مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اكيد متواصلين معاكم في مساحه التلاقي من حضره المساء. وصلنا للفقره الثانيه، ودائما الابداع في المجتمع السوداني بكافه اشكاله واختلافه واختصاصاته هي بتمثل دور كبير جدا يا سهام في المجتمع، وواحده يمكن من التحالفات الكبيره جدا. حنعرف كثير من الرؤى اللي عندهم والخطط أيضا المشروعة، نحن قادرون من خلال المساحة دي مع الضيفة القادمة. الحمد لله، تحالف المبدعين والإعلاميين بعيدا عن تحالف السياسيين. أنا ما بحب التحالفات السياسية، ما بيجي من وراء غير الخراب لكل الدول، لكن المبدعين بيبنوا. ده الفرق بين السياسي والمبدع. حتى لما يعني يتحدث مبدع في أي كان من المجالات، بتجد الناس بتتحلق حوله، بتحاول إنه تسمع كلامه، بيكون تأثيره أكبر باعتبار إنه لا، ده بيعطي ما بيأخذ. كل آراء لنا وكل نواياه وناحيتنا بحب، صحيح؟ لذلك كان تجمع أو تحالف المبدعين والإعلاميين من أجل تغيير بعض المفاهيم في المجتمع، وخاصة إنه صاحب المبادرة هو رجل مؤثر محطاء جدا في مجال الإعلام، في مجال الدراما، في مجال الفكر، وحاول إنه يغير أيضا، يستثمر نجوميته وإبداعه في اتجاه آخر، وقصد من خلال ذلك شريحة معينة. شخصيا بزعج جدا في كل استضافة له وفي كل إطلالة له عبر الهلال، بيأتينا بالمفيد والجديد، كيف لا، هو نجم النجوم كما هو ملقب، من خلال مشاركاته العالمية والمحلية في الدراما وفي الإذاعة. من منا لا يعرفه؟ هو المعرف لا يعرف، الأستاذ النجم محمد عبد الرحيم قرني. برحاجة كل سنة وإنت طيب وطولت مننا، وينك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أمل، شكرا سهام. الحقيقة أنا سعيد جدا أكون في قناة الهلال، لأنه بعتبرها قناتي برضو زي ما قالت سهام. لسنوات كنا متواجدين، كنا ضيوف، مش ضيوف، أهل بيت يعني، حقيقة أهل الدار، عشرات الأعمال، أسسنا القناة مع بعض. تسلم الله عليك، شراكة ذكية. شكرا لك، ده المطلوب حقيقة يعني. ويبدو أنه تحالفنا ده هو ذاته اسمه المبدعين والإعلاميين لنصرة قضايا ذوي الإعاقة. يعني بنختار شريحة موجودة في المجتمع بتحتاج مننا إنه نقف معاه، وهو الحقيقة ده العمل بتاع الفنان وعمل الإعلامي على الدوام. نحن عندنا تاريخ طويل جدا من المساهمات، سواء كان على مستوى المبدعين أو الإعلاميين. فلذلك أنا كنت دائما بقول لهم والله نحن ما مشحودين على العمل مع الفئات الاجتماعية المختلفة أو مع المجتمع الكبير. وكويس انكم في المقدمه قلتوا انه يعني التحالفات بتاعت الفنانين والمبدعين ما زي السياسيين، صحيح. وده كلام صحيح لحد كبير. احنا ما قاعدين نعمل مؤتمرات، ما قاعدين نعمل اتفاقيات سواء كان معلنه او سريه، لانه عملنا اساسا بيكون في العلن وموجه معروف لفائده قطاعات الشعب المختلفه. بهذه المفاهيم نحن تجمعنا، اسري دعوه كريمه جدا من اصدقائنا من تجمعات ذوي الإعاقة، وهم أكثر من تنظيم، زائد منظمات راعية، إنه نفكر في إنه نعمل تحالف. ده جاء عبر ثلاثة ورش، كان مهم جدا يشرحوا لنا نحن القوانين والتشريعات والاستحقاقات بتاع ذوي الإعاقة في السودان. وفي برنامج زي ده في 7 دول أفريقية، السودان واحدة من الدول المعنية، فجزء من المانديت بتاعهم إنه يستحسوا القوة بتاعت المجتمع المدني. الدولة عندها شغلة براو للمعاقين أو ذوي الإعاقة، لكن المجتمع المدني عنده فرصة واسعة جدا وعنده قوة خطيرة وكبيرة، ويمكن استخدامها لدعم مثل هذه القضايا. وتاريخيا يا سهام وامل، الفنان السوداني والمبدع السوداني عموما والإعلام السوداني كان موجود، صحيح، مع كل الفئات. صح. يعني نحن نعرف انه من بداية القرن العشرين يعني الشيخ بابكر بدري قام بمبادرة خطيرة جدا، انه عمل مدرسة للبنات، صحيح، 1903، وعمل لها بشنو؟ بانه قام بيعمل عروض في المولد النبوي الشريف في رفاعة، نعم، بيمشي ويد قريشات عشان يبدأ مشروع بتاع مدرسة بنات. شوف الشغل الكبير ده، أدخل الفنون مع التعليم مع قضية أساسية في المجتمع، تعليم المرأة، نعم، واللي هو نجح في 1911 يعمل المدرسة في بيته، غرفة صغيرة 11 بيت من بنات الأسرة، نعم،
تطور هذا المشروع الاستراتيجي إذا وصل لحد جامعة الأحفاد بكليات المختلفة وبأعطاء الكبير في المجتمع. دي كانت فكرة رجل واحد سوداني وهو معلم وفيلسوف وفي نفس الوقت فنان. يعني استخدم الفنون لصالح. لذلك جو الخريجين 1918 والتماشي ساهموا في قضايا التعليم الأهلي. الخواجات ما كان عندهم تعليم أهلي. كان في مدارس حكومية بتطلع موظفين لحد دي إيز عشان يساعدوا المستعمر في الدولة بالدولة. فالفنانين والخريجين والإعلاميين قاموا بحملات ضخمة جدا. بدوا مشروع التعليم الأهلي في السودان البيقى أكبر من التعليم الحكومي. ودي بمجهودات المحسنين السودانيين والفنانين والصحفيين والمثقفين. يعني أي لما فيها مبدعين وفيها إعلاميين فيها مثقفين بيكون فيها خير للبلد. ونحن لاحظنا أفتكر كمية من الجوائح والملمات نحن اتحدنا فيها بعد ذاك. تذكروا الجفاف والتصحر الضرب السودان في الثمانينات. الفنانين تداعوا وطافوا كل السودان وكان في مشروع كبير اسمه سودان إيد شاركوا فيه كل قطاعات المجتمع وعلى رأسهم الفنانين. كان في الحدائق اللي كانت حدائق مايو في ذلك الوقت كان بيكون في تجمعات ضخمة ومسارح منصوبة والناس بتدفع قروش عن طيب خاطر. حتى يعني الآن على فكرة نعم. في كل السيول والفيضانات في بعض الشرائح بتجدين الفنانين في جوائح الكورونا تجد الفنانين ساهموا في الإعلان عنها في الكلام عنها كلنا ساهموا بأنفسهم بيمشوا نعم. وهذا العمل عمل طوعي بيحتبروه لأنه شغلهم الأساسي الفنان الشغل الأساسي إنه يستهدف المجتمع بتاعه ويعالج الأخطاء الإنسانية. وقبل أنت قلت يعني أخواننا السياسيين ربنا يفتح بصيرتهم عليهم أن ينظروا لهذا الوطن بهذا الفهم. هي ما مكاسب ولا تكسب كيكة. صحيح. هي سد لقمة للجعان وعالج المرضان ووريه الخطأ ووريه الصح وهو بعد ذاك بحدي. صحيح. أبسط الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. على الدوام الفنان السوداني شغال في هذه الأمر من بداية الفنون السودانية من العصر الحديث والتجاي. كل الفنانين كانوا قوى المجتمع المدني الأساسية. يعني حس قوة المجتمع المدني في السودان ممثلة في الفنانين المبدعين الإعلاميين. نعم. لأنه هنا الصوت. نعم. صوت الشعب. اختياركم معلش يا استاذ يعني للشريحه دي تحديدا نعم. من وين جاءت الفكره يعني انه وليه تحديدا حسيتوا انه فعلا محتاجه للدعم خاصه نعم. انا شايفه في يعني قل ولا تقل انه في مفاهيم خاطئه جدا احنا بنستخدمها نعم. كشعب نعم. سوداني في الكلمات ممكن صحيح. نجرح مشاعرهم وهم ذوي الهمم واعطونا يعني دروس بناخذ منهم الامل وبناخذ منهم القوه ونستمد منهم جوائز تفوق على الذات في أشياء كثيرة جدا فمن حقهم أنه نراعي لمشاعرهم نعم وكذا فعملت شنو ورين الخطوات واقفين وين طبعا وكذا. طبعا أول حاجة جات الدعوة من الADD ودي منظمة مهتمة بشؤون الإعاقة منظمة دولية وعندها مركز في السودان وهنا النشاط بتاع ذوي الإعاقة قديم جدا في السودان يعني في شغل له 50 أو 60 سنة شغال في ذوي الإعاقة البصرية مثلا الإعاقة الحركية شغالين بقوة يعني وحتى الآن أن إحنا دارنا ناصرهم لأنه الدعوة جات منهم فقلنا لهم يا أخي حبابكم وحقيقة أن إحنا مهتمين وقلنا الكلام ده في الورش إنه فنان السوداني والمبدع السوداني والإعلام السوداني كان موجود في كل القضايا يعني الجفاف والتصحر حملات العطش في السبعينات الكورونا الآن فأن إحنا مستلهمين المسألة دي عن ما جديد عطش في بلد النيلين شيء غريب يعني دولة المتناقضات ولا زال نحن ما قدرنا نستفيد من مواردنا صحيح. بشكل أساسي ونحن دائما بمهمتنا إنه ونحن نقيف في مثل هذه الأشياء صحيح. ونعمل على هامرين يعني بلغة الإعلام بيقول لك الموضوع كرر ويتكلم عنه كثير حتى يفهم الذي لا يفهم صحيح. وفي نفس الوقت بتعمل الهايلايتس إضاءة على الجماليات وإيجابياته اختيارهم كان ذكي جدا لأنه يقوم تحالف زي ده الدعوة جات منهم ونحن قبلناها بيفتكروا أنه الفنان عنده قدرات أنه يحيل كل القوانين والتشريعات والتوجيهات قل ولا تقل مثلا عبر الدراما عبر اللوحة عبر الأغنية
عبر الحوارية زي دي. يعني نحن نكون في خدمة القضية الأساسية أشبه في المفاهيم بتاعة المثقف العضوي البيجي يتبنى قضية محددة ويدافع عنها كأنه تبقى هي قضيته. فدي جزء من مفاهيم نحن شغالين بها. صحيح. فهم حسوا أنه عشان نعمل إضاءة ونعمل هامرينج يعني الضغط على هذه القضايا حتى تحس الدولة والمسؤولين بهذه الاستحقاقات وهذا التهميش وهذا الإقصاء لذوي الإعاقة في المجتمع. صحيح. عندهم حقوق ما منا طبعا. ولا عطية، لا دي حقوق، وحقوق في الدستور وفي التشريعات الدولية الماضي عليها السودان. فهذه الحقوق دايرين نشيطها عبر الأدوات الإبداعية بتاعتنا. نعم. طبعا بجانب الشغل الكبير اللي بتقوم به المنظمات، بتقوم به الهيئات بتاعت ذوي الإعاقة بتنظيماتهم المختلفة. فهذا العمل اللي نحن نفتكر انه نحن الان انتظمنا في شكل ورش على المستوى بتاع التشكيليين. جميل. على مستوى الموسيقيين، على مستوى اهل الدراما. طيب استاذ محمد عبد الرحيم، احنا يعني بنتكلم عن ذوي الهمم. نعم. اللي هم دائما في المجتمع السوداني هم بيمثلوا او الناس بتشوفهم بانه عاجزين او عندهم نقطه ضعف او هم مثقلين على المجتمع السوداني في كثير من الأشياء دي. حتى في ناس في البيوت السودانية بيكون عندهم أصحاب الهمم ديل ذوي إعاقة بصرية ذهنية حركية، بيعتبروها وصمة عار يعني، في آخر أو البيت ويدسوه بالضبط كده، يدسوه إذا في بالضبط إذا في مناسبات إنه ما يطلع. كثير من الأشياء دي الآن هي بتمارس يعني داخل بيوت سودانية. أكيد. البعض ما الكل، لكن شوية النظرة يمكن بدأت تتغير الآن يعني في الآونة الأخيرة، الناس بقت تلقى براحات، الفهم يتوسع شوية. فدور الإعلامي ودور أصحاب المبدعين في النقلة المفروض إنها هي تكون داخل أذهان المجتمع السوداني من صحيح. تفكير ومن تغيير ومن تطوير حتى. نعم. لشكل الحياة. كلامك صحيح 100%، وللسبب ده نحن موجودين كمبدعين وكإعلاميين عشان نعمل إضاءة على كل هذه الإشكالات ونقدم يدنا مع أخواننا اللي هم شغالين يعني ذوي الإعاقة في منظماتهم، شغالين شغل تقيل جدا وفاهمين بيعملوا في شنو، لدرجة أنه مدوا أيديهم لقطاعات المجتمع المدني الثانية، بجانب أنه الدولة عندها يعني عندها زراعة اللي بيقدم، لكن مهم جدا المجتمع المدني أنه يتقدم، وذروة المجتمع المدني موجودة في الفنانين والإعلاميين يقدروا يقدموا مساهمات كبيرة في هذا العمل. صحيح. ولأنه عبر الفنون يعني عبر الدراما ممكن توصل شيء إنشائي أو رسائل. إنشائي حتى في الحوار ده ما يصل، لكن عبر الدراما، عبر التمثيلية، عبر صح. الإشارة الخفيفة، عبر الأغنية، عبر اللوحة التشكيلية، والإعلام قادر أنه يعمل برامج يتبناه. البرنامج كبير الحقيقة بالنسبة بتاعهم، لأنه هم متبنين فيه التعليم مهم جدا، والغذاء يعني الزول يكسب عيشه هو ذاته بدل يدو عطية يكسب عيشه، ده بيحصل بتين لما يكون في تعليم، لما يكون في تدريب، وبعد ذلك يحصل إدماج له في المجتمع. يعني ذوي الإعاقة ممكن يكون موجود كمذيع، ممكن يكون موجود كمخرج، في كل المجالات الحياتية، وانت يفترض توفر لي بيئة. دي ما منا منك ولا منحة، ده حد موجود في التشريعات الدولية. صحيح. الماضي عليها السودان بالمناسبة. نعم. فالسياسيين والقائمين على الأمر ما ينسوها، ده استحقاق لازم تقدمه، يعني المعاق لابد تقدم له مستوى من التعليم حتى الجامعي مجانا، ومؤخرا مش هو بس وأسرته كمان. فنحن وين من حاجة زي دي إذا ما عملنا على هامرين وهايلايتس باللقاءات وبالورش والمؤتمرات وباستخدام الفنون؟ نعم. يخيل لي ما حنقدر. واللي لفت نظري إنكم تناولتوا أيضا نقطة مهمة جدا هذه الأيام تؤرق كل المجتمع السوداني، اللي هي ظاهرة ضرب السلاح في الأفراح. نعم. يعني تناولتوا هذه الظاهرة بأنه بشكل سلبي من خلال الدراما ومن خلال منابركم المختلفة. يا جماعة عايزين نفرح، لكن ما ممكن الفرح أن يغلب إلى مأتم. صح. مات العريس، مات صديق العريس، مات كذا، كثير من الحوادث صدر على طول ما بعد أسبوع يعني. نعزي ممكن نفرح من غير سلاح، من غير ضرب نار. كثير من الأفراح يعني مأساة، يعني الفرح يتحول لمأتم يعني. صحيح. والحقيقة الشعب السوداني كله بيتضامن في موقف زي ده، لأنه بيفتكر أنه خطأ. يعني دي ممارسة يفترض أن احنا نعيد فيها النظر، وحقيقة ده واحد من الأدوار بتاعت الفنون. المفروض كثير من الموروثات
نعيد تقييمه بشكل كويس ونطلع بفائدة منه. أنا حافظ على الجميل فيها، يعني دائما في كتابات بتقول لك انت حافظ على الجزوة وخلي الرماد، الرماد ياهو القتل الممكن يجي صحيح. او الفرح الزايد ما في حضور وما في توقد ذهني يخلي زول بيفرح ويقتل زول، يعني دي مسألة خطيرة جدا ينبغي يكون في تشريعات. يعني مشاركة تشريعات فرح الافراح يعني هي مشاركة القصد منها، ولكن يعني يحدث العكس تماما. استاذ محمد، في يعني المجتمع السوداني هو متكاتف مع بعضه، بيحب يعني بيحب انه هو يفرح مع الاخر، لكن شايف انه حتى العقوبه اللي تم اصدارها اتجاه من يطلق سلاح او اعيره ناريه في الافراح يعني مبلغ ما مجزي، يعني 100,000 او 150، فدي حاجه يعني ما دي والله ما عقوبه يعني رادعه بالنسبه للشخص ذاته، يفترض الناس يراجعوه يعني صحيح. يعني دي حاجه، لكن المشكله بيندرج تحت القتل الخطا يعني بالضبط. احنا دايما قاعدين نقول كل ما وسعت درجات الوعي من خلال الفنون من خلال التعليم بتحفظ للأجيال، يعني حسي دي ما واحد اثنين وثلاثة، أن احنا دايرين نحفظ للأجيال الجاية 100 سنة الجاية دي، يفترض يكون نغير الشكل بتاع التعليم من الروضة لحد الجامعات. لابد تدخل الفنون بمختلف أشكالها والرياضة، يعني ننشئ أجيال على وقائع جديدة عشان يستقبلوا زمن جديد. لكن أن احنا لما نشيل الموروث بتاعنا دون ومشي بال100 سنة الجاية، لذلك لابد من توسيع دور الفنون والتشريعات المهمة جدا للثقافات المختلفة، الأجهزة المختلفة من قنوات وإذاعات رسمية وخاصة، يفترض توسع دورها في التوعية. نحن يعني نحن ما عندنا تشريعات فنية يعني، لكن عندنا تنوير مستمر ووعي طرق على المشاكل بأدواتنا الفنية، ونحن نفتكر دي حتة صحيحة. عشان كده الدولة مسؤولة من توسع دائرة الثقافة والفنون وتصرف عليها. نعم. تصرف عليها زي ما بتصرف على الأمن وتصرف على السلاح وتصرف على السفر بالطائرات ده. يا أخي أصرف على الفنون، شوف المسارح. أعطيني مسرح أعطيك أمة. دور الموسيقى وين صالات التشكيل. نعم. عشان تبني دور الحديثة لابد يكون الفنانين موجودين، الإعلاميين موجودين، المثقفين عموما عندهم صحيح. دور في بناء الدور الحديث. يعني الإهمال ده ليس في صالح هذا الوطن حقيقة. أكيد. والدور السياسي المنتشر أكثر من اللازم ده ما عنده معنى بدون ما يكون فيه جذر ثقافي. إذا أي ثورة من طلعت من جذر ثقافي فلسفي رؤيوي فكري مصيرة لقدام حيكون صعب جدا. عموما نحن موجودين نأدي دورنا في كل الأوقات، وأنا ما حنتنازل عنه. يعني الفنان ما في فنان عاطل عن العمل، إلا ده فنان أساسا هو، لكن هو مهموم بقضايا، لا مهموم وعنده شغل في حقل الذات صحيح. يعني أنت مفروض تقرأ تستلهم تجارب تخترع أشياء جديدة تواصل صوتك بقدر الإمكان. لذلك تحالف زي بتاع المبدعين والإعلاميين ده حيكون من أقوى التحالفات، وعلى الدوام كان موجود في تاريخ السودان بشكل من الأشكال. يعني الناس لو تبصروا هذا العمر في تاريخ السودان حيكتشفوا حقيقة صحيح. إنه أي لمة بتاعت مثقفين سودانيين فنانين كذا. فنحن نعرف إنه خالد أبو الروس حقيبة الفن كان قدم أعظم المسرحيات وأسس لمسرح سوداني. إبراهيم العباد، الناس ما بيتكلموا معك شاعر بس، مجيد في حقيبة الفن مثلا، لكن هو أيضا بيكتب مسرح. هل يعلم الناس أنه التجاري يوسف بشير كان ممثل اشتغل تمثيل؟ هل يعلم زنجار كان ممثل؟ هل يعلم أنه كروم المغني كان لاعب في الهلال؟ التداخلات الزيدية هي اللي بتبني تريند ممتاز وقادر على الاستمرار وقادر على أنه يلهم الآخرين. لذلك نحن بنستلهم من تاريخنا مثل هذه المواقف الجميلة ونعيدها تاني خدمة لأخواننا مثلا ذوي الإعاقة. في ناس شغالين مع الأطفال، قبل يومين اتصلوا بي مجموعة شباب مهتمين بالشغل مع الأطفال، لأنه ده شغل نحن أهملناه تماما، مش نحن كفنانين، كدولة حقيقة الدولة ما عندها سياسات ثقافية، ما عندها استراتيجية صحيح. حتى حكومة الثورة بتاعتنا لحد الآن ما ظهر الملمح الثقافي بتاعها أو الاستراتيجي تجاه الفنون والثقافة. أيوة ورش هنا وهنا، لكن ما في برنامج مساق. أخواننا ذوي الإعاقة كانوا مبادرين إنهم يستلهموا
علاقات وتشبيكات مع مجتمع مدني وأقوى العناصر في المجتمع المدني الإعلاميين أنتوا جزء منهم والفنانين بطيفنا الواسع المبدعين أدل ممكن يقدموا خدمة. ونحن حقيقة من خلال اللقاء مع أخواننا ذوي الإعاقة اكتشفنا أنه فعلا الناس دي المظلومين ظلم كبير جدا وفي أشياء كثيرة استحقاقات ما تقدمت لهم بل في حاجات انتزعت منهم صحيح يعني وكان للأسف. عندهم وقفات كبيرة جدا يعني أيام الثورة وبعد حتى الثورة يعني في كثير من الحلقات استضفنا يعني يا سلام. كثير من ذوي الإعاقة وصرحوا بأنهم هم كل الأشياء الناقصاهم ويجب توفيرها وأنه لفت أنظار الدولة لهم كثير من الأشياء دي لكن للأسف لم يتم التنفيذ لحد الحين. عموما نتمنى انه تحالف المبدعين والاعلاميين يقدر يحقق خطوات ملموسه في واقع احنا حابين انه بجد تتغير فيه كثير من المفاهيم عند السودانيين وايضا نظرتهم حتى للمعاق واصحاب الهمم. نحن قادرون دي نقدر نقول انطلاقه ان شاء الله حتكون جديده لرؤى اكيد حتكون جميله جدا حنشوف فيها حتى إنه لمسات واضحة لكثير من الأسر السودانية اللي عندهم واحد من أصحاب الإعاقات المختلفة. نحن شاكرين لك والله من خلال المساحة دي الأستاذ القدير محمد عبد الرحيم قرني وسعيدين جدا من خلال إطلالتك في إضاءات ولمحات من خلال التحالف المبدعين والإعلاميين. شكرا لك. شكرا أمل لو نحن نحتبركم أنتم ذاتكم أعضاء في هذا التحالف الكبير على الأقل بما قدمتوا حسي بتفاهمكم قناة الهلال بيتكم وداركم على طول أبوابنا مشرع عليكم. شكرا لك دل المحرية فيكم. شكرا لكم. تسلم كثير شكرا. الله يعافيك. سهام لسه عندنا فقرات أكيد وضيوف انتظرونا بعد الفاصل.